طيب جفاف العين دائما يقول لك قطرات وما قطرات، بالله دخلنا في الموضوع وعلمنا الصحيح، لازم اني ارطبها كل يوم؟ طبعا جفاف العين يعني موضوع مرة شائع صراحة. إذا شفت 10 مرضى في العيادة تقريبا بلقى منهم 8 على الأقل تقريبا عندهم مستوى من الجفاف، يختلف من بسيط إلى شديد. الناس اللي طبعا خاصة حاليا تعرف نستخدم الجوالات واجد، شغلنا على الكمبيوترات، تلقى الواحد مقابل الكمبيوتر 8 ساعات في اليوم، ويطلع يرجع البيت يدس على الجوال ولا على بلاي ستيشن ولا على، طبعا الجوالات والأجهزة بحد ذاتها كجهاز ما يضر بالعين من ناحية الجفاف، تركيزنا عليه هو اللي يخلينا العين تنشف. ليش؟ لأن الشخص لما يركز في شيء ما عاد يرمش بالمعدل الطبيعي بكل بساطة، هذه المشكلة. بس هذا هو والرمش فائدته ترطيب. صحيح، المعدل الطبيعي في الدقيقة تقريبا الشخص يرمش 15 مرة، 10 إلى 15 مرة تقريبا يرمش بالطبيعي. اللي يركز، خاصة اللي يركز يعني مركز مضبوط، تلقى المعدل ينقص إلى مرات 3 مرات بس في الدقيقة. تخيل أن يرمي 3 مرات بس، والمعدل الطبيعي كم؟ إلى 15 مرة. 15 مرة صح. فالعين طبعا هذا شيء نتكلم عن شيء عادات يومية، ما نتكلم عن مرة واحدة مركز، كل يوم هو يركز على الجوال، كل يوم يمسك يطالع، كل يوم يركز في الشاشات، فاستمرار في العادات هذه يخلي العين دائما تنشف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، طبعا عندنا أجواءنا بطبيعة الحال، أجواء ترابية، أجواء تميل للحرارة خاصة في الصيف، هذا الشيء بحد ذاته برضه ينشف العين. الشتاء إذا الجو زان أحيانا يكون في مسببات حساسية، وأحيانا يكثر الطلعات في البر وشبة النار والأبخرة والدخول وهذه الأمور، فهذه الشيء تهيج العين برضه تنشفها. ففي عوامل كثيرة زي ما تقول تخلي الجفاف عندنا مرة شائع بصراحة، هذا الشيء في العالم كله. فهي زي ما تقول مشكلة شائعة جدا، الحمد لله ما هي بخطيرة، نادر جدا حالات اللي تكون خطيرة. وبالعادة تكون عندهم مشاكل مثلا مناعية في الجسم، مثلا مرض شوغرين، بعض الأمور الأخرى تأثر على العين بشكل الروماتويد أو الروماتيزم، هذول قد يكون عندهم جفاف خطر. لكن أتكلم عن عموم الناس، غالبيتهم جفافهم ليس خطر ولكنه مزعج. اللي عنده جفاف مزعج كيف نعالجه؟ طبعا أول شيء نقول حسن عاداتك اليومية، حاول تعود نفسك انك ترمش، اذا كنت على الاجهزة، اذا كنت مركز عود نفسك انك ترمش، وخذ استراحات كل 20 دقيقة ريح نفسك، في قاعدة يسمونها 20-20-20 لتسهيلها، ان كل 20 دقيقة ريح نفسك 20 ثانية وانظر الى شيء لبعد 20 قدم مثلا، ما بانك تريح عينك، خاصة مع استخدام الاجهزة بعض الناس يجهد، يسمونها متلازمة الاجهاد من الاجهزة. فهي الفكرة منها فقط راحة العين، رمش مع محاولة ترطيب العين. أنا أنصح الناس اللي يعملون على الكمبيوتر ساعات طويلة وطبيعة عملهم على الكمبيوتر، ما أقول لا توقف شغلك، بالعكس يعني في الأخير هذا عمله، هذا قوت يومه، لكن حط معك قطرات مرطبة خلها جنب الكمبيوتر. يهمني أن تكون ما فيها مواد حافظة علشان من غير شر ما تتحسس منها العين، ويكون ترطيبها جيد، ولا مانع من استخدامها حتى كل ساعة. إذا ما فيها مواد حافظة ما في مشكلة تستخدمها كل ساعة، ما لها ضرر بإذن الله ومريحة للعين. ولو ما استخدمتها ان شاء الله انه ما حيضرك، بس انه بتزعجك اعراض الجفاف، هذه الاشكاليه. اعراض الجفاف وش معناتها ازعاجها يعني؟ والله اعراض الجفاف تتفاوت، في ناس تلقاه يحك عينه واجد، احيانا يحس عينه تدمع واجد خاصه اذا ركز. انا بالنسبه لي الاحظها كثير، مثلا اذا طالعت في الفيلم ولا في سينما ولا كذا ركزت احس عيني تدمع، هذا من الاعراض. في ناس يحس مثل التراب في العين، يقول يا اخي احس عيني فيها تراب. هذه ليش؟ لان الجفاف المزمن يخلي الجسم من الداخل يصير خشن شديد البشرة، لما تصير واحد بشرة مثلا ناشفة تلقاها تصير خشنة، الجفن من الداخل يصير خشن بدل ما يكون ناعم وأملس، فيحس مثل التراب في العين. فكل هذه من أعراض الجفاف، غير حكة العين تلقى يدعكها كثير، تدمع معاه كثير، فهذه كلها أعراض مزعجة بصراحة، الحياة اليومية مزعجة جدا. تنصح بنوع معين، مش شركة أقصد، نوع معين من القطرات؟ طبعا ننصح القطرات اللي ما يكون فيه مواد حافظة ويكون كثافتها عالية، اللي هو زي ما تقول مركب حقها. في انواع كثير، في شيء يجي امبولات صغيره. نعم. ميزه الامبولات لو نسيتها في السياره على الاقل امبوله واحده تخرب، بينما العلبه حقت الشهر او حقت الثلاثه شهور لو نسيتها حرام يعني خربت حقت شهر او، لكن ميزتها برضو الكبيره انك تخليها معك مثلا متعود عليها انت ما عندك مشكله، فهي تعتمد من درجه كبيره راحه الشخص. بعض الناس يرتاح على نوع A، بعض الناس يرتاح على نوع B، بعض الناس يرتاح على نوع C، فاذا ارتحت على نوع
استمر عليه. استمر عليه. طيب بالنسبة للموية العادية دكتور؟ لا الموية العادية ما تساعد صراحة الجفاف. لا لا ما تساعد. ما في فرق. المركبات القطرات يكون فيها أشياء معينة تساعد في حتى تحسين طبقة الدم، يسمونها التير فيلم اللي هو طبقة الدم نفسها.